قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 12 ألف كتاب في مختلف الموضوعات من مقتنيات سموه الخاصة لمكتبة بيت الحكمة في الشارقة ويعد بيت الحكمة الذي تم تدشينه احتفاء بلقب الشرق العاصمة العالمية للكتاب أحد المشروعات الثقافية المبتكرة التي تواكب متطلبات المستقبل، إذ يقدم مفهوماً جديداً للقراءة والمعرفة والتعلم والتفاعل الاجتماعي بين الفئات والأعمار والجنسيات كافة. وتتضمن مكتبة بيت الحكمة أكثر من مائة ألف كتاب وتوفّر مصادر المعرفة التقليدية والرقمية.